وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة لتوفير الدعم الكامل للمزارعين والعمل المستمر لتحسين الجودة وتعزيز سمعة المنتج المصري عالميا من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية، كما وجه بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية وما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي. كما اطلع الرئيس السيسي على جهود زيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، والتي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل، ومن بينها الأرز والذرة والقمح. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتساقا مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره والنهوض به، بما يعزز فرص التنافس على المستويين الإقليمي والدولي، ويعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا تجعل هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي اليوم لجهود تطوير شركة مصر للطيران مع وزراء المالية والطيران المدني ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل مصر من خلال الهيئة القومية للبريد ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة. قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة إن الهيئة تعكف حاليا على استكمال الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي سيعلن عن مواعيدها قريبا في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي. جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم لاستكمال الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة. أطلق وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية للتنمية المصرية، وتشمل 10 محافظات، وتستهدف الوقاية من الأمراض بداية من التفكير في الزواج حتى الولادة والأبناء. وقالت المشرف العام على المبادرة الدكتورة عبلة الألفي إن المبادرة أطلق عليها الألف يوم الذهبية لأن تلك الفترة تمثل 85% من تكوين الطفل الذهني والجسماني والنفسي، والتي تقسم كالتالي إلى 260 يوم حمل بالإضافة إلى أول عامين في حياة الطفل. أنهت البورصة المصرية التعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع قوي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ليصل إلى 1,238 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.5 مليار جنيه، وكانت غالبية التداولات في سوق الأسهم.